بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، فهذا لقاء متجدد مبارك من برنامجنا روح المعاني، والذي نفيء فيه إلى بعض آيات القرآن العظيم أو إلى بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم عن قوله عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فما المقصود بالحديث؟ ومتى قاله صلى الله عليه وسلم؟ ومن هم أجلاء الصحابة من الأنصار؟ هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وأنه عليه السلام بعد حنين قسم الغنائم ولم يعطي الأنصار منها شيئا، لما علم من عظيم الإيمان في قلوبهم، لكنهم رضوان الله تعالى عليهم أكثرهم وقع في نفسه شيء، أن الناس نالوا من الغنائم ولم ينلهم شيء، فبعثوا سعد بن عبادة ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. فلما أخبر سعد رسول الله قاله عليه السلام: وأنت يا سعد؟ قال: يا نبي الله، وهل أنا إلا رجل من قومي؟ فأمر النبي سعدا أن يجمعهم في مكان ليلتقي بهم عليه الصلاة والسلام، فلقي بهم فقال لهم: ما مقولة بلغتني عنكم؟ فاستحي. فقال عليه الصلاة والسلام: أما وإنكم لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، وفقيرا فآسيناك. وذكر ما كانوا عليه رضوان الله عليهم من نصرته له صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟ لو سلك الناس واديا لسلكت وادي الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. هذا من أعظم المناقب التي يفتخر بها الأنصار. والأنصار لقب سماه الله جل وعلا، تسمية شرعية سمى الله جل وعلا بها الأوس والخزرج من آمن منهم ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. والأوس والخزرج قبيلتان يمانيتان هاجرتا إلى المدينة بعد سد مأرب، ويجمعهم أب واحد. والأوس تطلق في اللغة ويراد بها الذئب، ويطلق الخزرج على الريح الباردة، وكلاهما يفيء إلى أب واحد، أي أنهم أبناء عمومة. وكان بينهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم خصومة وصراع، وأشهر أيامهم يوم بعاث، وقد كانت فيه مهلكة عظيمة لساداتهم. فلما كان هذا اليوم ونزفت فيه الدماء وعظمت فيه الجروح واشتد فيه النكال، كانوا أحوج إلى من يكون يجمع كلمتهم. فكان قدومه صلى الله عليه وسلم كالرحمة عليهم، جعل الله جل وعلا هذا اليوم توطئة لمقدم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد سماهم الله جل وعلا الأنصار في كتابه العظيم، قال ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومعلوم ما اشتهر وعرف من بيعة العقبة الأولى والثانية، لكنني أحب في هذا اللقاء أن أذكر بعض الأجلاء من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، وكل أحد وما خصه الله جل وعلا به. فمنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان سيدا في الأوس، وهو الذي أصابه سهم يوم الخندق، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له سريرا في المسجد على مقربة منه، ضربت له قبة حتى يسهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعوده. فلما مات قال عليه الصلاة والسلام: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قال العلماء: اهتز عرش الرحمن فرحا بصعود روح سعد بن معاذ. ونزل والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 70,000 ملك نزلوا يشهدون وفاة سعد ودفنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وقد وضع سعد في لحده
إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. ومن هنا يعلم أن ضمة القبر لا بد منها لكل أحد، حتى إن رضيعا دفن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا الرضيع لم ينجو من ضمة القبر. ثم إن الله يخفف عن كل أحد بحسب إيمانه وتقواه. فهذا ما يمكن أن يقال يسيرا عن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أرضه، وكان يغدو إلى الخندق ويقول لبث قليلا يدرك الهيجة جمل، ما أطيب الموت إذا حان الأجل. فخافت عليه عائشة لما رأته يمشي على هذا الحال، فوقع صدق ظنها فأصابه سهم. فسعد من أكثر الصحابة قدرا ومكانة في الأمة من الأنصار. من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت، وهذا عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. كان يفد على المناذرة والغساسنة ملوك الشام قبل مبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم ويمدحهم، وكأن الله يهيئه بعد ذلك لأن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم رسول الله المدينة ودخلها كان سنه 60 عاما، فأخذ يمدح رسول الله وهو القائل وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وهذان من أعظم الأبيات التي مدح فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال في حقه صلوات الله وسلامه عليه بعد أن مات وأصاب حسان الحزن على فقد رسول الله، قال بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعفو الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به واراه في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت، بلاد ثوى فيها الرشيد مسدد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد، وهل عدلت يوما رزية هالك، رزية يوم مات فيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. قبل ذلك قال في الغساسنة لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضلي، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. لكن أين هؤلاء مما قيل في مدح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الأنصار أبي بن كعب، وهذا جعل الله جل وعلا في قلبه القرآن، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن من 4، من ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود، ومن أبي بن كعب، فسماه وعده ممن يؤخذ عنه القرآن. وقد قال له عليه الصلاة والسلام يوما يا أبي أي آية في القرآن أعظم؟ فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. فضرب صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، وهذه كنيته. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام أبيا على أن آية الكرسي أعظم آية في كلام الله. وقد جاء عند ابن حبان بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. فأبي من أجلاء الصحابة الذين كانوا من الأنصار، ومنهم إذا كان أبي في القرآن منهم من أتقن السنان كأبي دجانة رضي الله عنه، وقد كان فقيرا معدما لكنه كان قويا في ذات الله جل وعلا. وفي يوم أحد لما عظم الخطب واشتد الكرب وأقبلت الجحافل أخرج صلى الله عليه وسلم سيفه وقال من يأخذ هذا السيف بحقه وكل شيء له حق. قال عليه الصلاة والسلام لنبيه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبية. والعاقل إما أن يأخذ الأمر بزمامه ويقوم به على أكمل وجه، وإما أن يتركه، ولكن العاقل كذلك إذا عرض عليه أمر يستبين ويعرف أين أوله أين آخره أين منتهاه. فلما قال عليه الصلاة والسلام للناس من يأخذ هذا السيف بحقه، قال أبو دجانة يا رسول الله وما حقه؟ أي دعني أفهم دعني أعرف. قال حقه أن تضرب به حتى ينكسر. فأخذه
وأخرج عصابة حمراء ربط بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. ثم أخذ يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يراه: إنها لمشية يبغضها الله ورسوله، إلا في هذا الموقف لما فيه من إغاظة أهل الكفر، وإغاظة أهل الكفر مقصود شرعي، قال الله جل وعلا عن عباده الصالحين: ليغيظ بهم الكفار. قال الله عن عباده الصالحين: ليغيظ بهم الكفار. والمقصود خرج أبو دجانة فأخذ يضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسمع صوتا في الجيش، أي في جيش الكفار، يحرض الناس على القتال، فرفعه ليضرب به القائل، فتبين له أنها امرأة، فقال رضي الله عنه: فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. هذا ما كان من أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ومنهم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من النقباء الأولين ممن شهد البيعتين، البيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وقد كواه النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه مرض في رقبته، لكن كتب الله جل وعلا له أن يموت، وهو أول من دفن في البقيع، بقيع أهل المدينة، بقيع الغرقد، أول من دفن من الأنصار أسعد بن زرارة، كما أن أول من دفن في البقيع من المهاجرين عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الأنصار من عاش صغيرا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة أولئك السائب بن يزيد رضي الله عنه، وهو الذي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه، فلم يشب شيء من شعره الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه كفة. ومنهم من هؤلاء طارق رضي الله عنه قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، زار النبي صلى الله عليه وسلم بيتهم، ثم شرب من بئر عندهم، ثم أبقى شيئا من الماء في فمه، ثم لما رأى طارقا وكان عمره يوم ذاك 5 سنين مج الماء صلى الله عليه وسلم في وجهه يداعبه ويلاطفه، فيقول رضي الله عنه بعد أن كبر وعقل وأخذ يحدث الناس ببعض أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أدركه أو سمعها، قال: مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه. ومنهم الطفيل رضي الله تعالى عنه، وهذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وهو يطوف طواف الوداع، وقيل غير ذلك، وهذا آخر الصحابة موتا رضوان الله تعالى عليه، وكان يقول: لم يبقى على وجه الأرض أحد يستطيع أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غيري. ومن الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، وهذا صحابي ابن صحابي، وهو الذي قدم به أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده على نحلة آتاه إياها، فقال له عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ففهم العلماء منها فقها أن الإنسان ينبغي عليه أن يعدل بين أولاده حتى لا يكون سببا في الشحناء والفرقة بينهم، وهذا من تأديب نبينا صلى الله عليه وسلم للناس حوله. هؤلاء الأنصار أين كانوا يقطنون؟ كانوا يقطنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تحدثنا عنهم أفرادا فإن أعظم ما يمكن أن يقال عنهم جملة أنهم كانوا فرحين مستبشرين بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. النبي عليه السلام دخل المدينة من جهة الجنوب الغربي، فأتى قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة في بني عمرو، وهم ينقسمون إلى قسمين: بني سالم وبني عمرو، وبني عمرو وكلهم من بني عوف، أي نزل في بني عوف على بني سالم أولا ثم على بني عمرو، فمكث في مسجد قباء ثم صلى الجمعة غير بعيد عن مسجد قباء حتى لا تبقى شحناء ولا خصومة ما بين أبناء العمومة. هذا كله والأنصار أين؟ الأوس والخزرج أكثرهم داخل المدينة. ثم بعث إلى أخوالهم بني النجار، ثم دخل صلى الله عليه وسلم، فخرج الأنصار شيبا وشبانا وولائد وغلمانا يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رسول الله: الله أكبر، هذا محمد. وارتقوا سقف البيوت وهو ينظر إليهم وينظرون إليه. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأنار منها كل شيء. دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأنار منها كل شيء، وهم ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع،
رسول الله يقول لهم: أتحببنني؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: والله وأنا أحبكن، أي للولائد اللواتي كن على أسقف المنازل يرحبون بقدومه صلوات الله وسلامه عليه. نزل عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب الأنصاري، وما زال الحديث عنهم يعبق ذكره. وبيت أبو أيوب يروى أن تبع اليماني لما قدم المدينة جعل عليها أو جعل فيها ابنا له ثم غادر، فهذا الابن لتبع ارتقى يوم النخلة ليست له فأخذها فقتله صاحب التمر. فلما عاد تبع أراد أن يغزو المدينة فطوقت وأخذ أهلها يدافعون عنها، هذا كله قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحاربونه في النهار، فإذا جاء في الليل يبعثون له الطعام. فيقول تبع: والله ما رأيت أعجب حالا من أهل هذه البلدة، يقاتلونني في النهار ويكرمونني في الليل. فقال له اثنان من أحبار يهود كان معه: إنه لا سبيل لك إلى هذه البلدة، إنها بلدة يظهر فيها نبي آخر الزمان. قال: ما تشير علي؟ قال له ابني فيها بيتا، فبنى بيتا وما زال الناس يتوارثونه حتى أصبح في ملك أبي أيوب الأنصاري دون أن يدري. فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة على ناقته القصواء، والأنصار ميمنة وميسرة يقولون: هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى العز والمنعة، وهو يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. حتى أتت موضع المنبر اليوم فبركت فلم ينزل، ثم قامت فجالت جولة، ثم عادت إلى مبركها الأول. فعمد أبو أيوب إلى متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخله داره، فقال عليه الصلاة والسلام: أين متاعي؟ قالوا: مع أبي أيوب. قال: المرء مع رحله. وسكن صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب الأنصاري. فانظر كيف وطأ الله لنبيه الدار وقلوب أولئك الأنصار أن يحبوه ويجلوه صلوات الله وسلامه عليه وينصروه. ولما أراد أن يخرج في معركة بدر قال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم غيرهما وهو يريد أن يسمع الأنصار. فقال له قائلهم: كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فأخبره: والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لاتبعناك، لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، لكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. فاستبشر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: امضوا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، كما أخبر الله عن ذلك في كتابه. هؤلاء الأنصار رضوان الله تعالى عليهم وصى بهم صلى الله عليه وسلم خيرا، وأخبرهم أنهم سيجدون أثرة بعده، وقال: موعدنا الحوض. فجعل صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصار موعدا هو الحوض. ولذلك من فقه الإمام البخاري رحمه الله لما أوذي في آخر حياته وأذاه الناس لم يكن يجيبهم، لم يكن يصدهم، لم يكن يدافع عن نفسه، فإذا قيل له قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار في حال كهذه بالصبر، ووعدهم صلى الله عليه وسلم الحوض. وهو عليه الصلاة والسلام زار المقبرة، وهذا مما يرغبنا في أن نقرأ تاريخ أولئك الأقوام. زار المقبرة ثم قال: وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو أن لي أحدكم خيلا غرا محجلة في خيل دوه من بوهم، أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أو سابقهم إليه. فالموعد الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار هو الحوض، أن يلقوه فيه عنده، أي أن يلقوه عند الحوض. وكل من عاش على ملته وحي على سنته صلوات الله وسلامه عليه فإن موعده مع نبيه كما قال عليه الصلاة والسلام هو حوضه في عرصات يوم القيامة، سقانا الله وإياكم من يده. إذا عدنا للحديث عن الأنصار نجد أن الله جل وعلا أصلا قسم المؤمنين إلى ثلاثة طوائف لا رابع لها. قال عليه جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين، فنحن جميعا لسنا من المهاجرين. وقال: والأنصار، ونحن لسنا من الأنصار، لأن المقصود بالأنصار هنا من كان ناصرا للنبي حال حياته. ثم قال جل وعلا: والذين اتبعوهم بإحسان. إذن لم يبقى إلا هذا المسلك، إلا هذا القسم، إلا هذا الباب، إلا هذا الطريق، والذين اتبعوهم بإحسان، ولا يوجد قسم الرابع.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. فأخبر الله جل وعلا أن موعدهم الفوز العظيم أي الجنة، ولم يجعل قسما رابعا، وكما قال ربنا جل وعلا عن أهؤلاء القسم الثالث، قالوا الذين جاءوا من بعدهم، بعد أن ذكر المهاجرين وذكر الأنصار في سورة الحجر، في سورة الحشر قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن سمات من يتبع هؤلاء الأفذاذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم قلبه من الغل والحقد والبغضاء على عباد الله الصالحين، خاصة من مضى منهم يقبل من محسنهم ويسكت ويعفو عن مسيئهم. الحديث عن الأنصار حديث يحبه قلب كل مؤمن، لأن فيه نصرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. حفروا معه الخندق، فإذا اشتد عليهم أمر لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ماذا يصنعون، فيمر بعضهم على صخرة أعيتهم، وهذا كله وهم يومئذ لم تفتح لهم المدائن ولم يجدوا شيئا في الخزائن، فيضرب صلى الله عليه وسلم بالفأس والمعول الصخرة ثم يقول الله أكبر، إني أوتيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا، ويقول الله أكبر والله إنني لأبصر أبواب الشام، الله أكبر إني لأرى أبواب صنعاء. هذا كله والمسلمون في كرب شديد والعدو يحيط بهم، لكن الله خلد لهؤلاء الأنصار ولغيرهم الصابرين هذا الأمر. قال الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء كانوا شامة في جبين الأيام وتاجا في مفرق الأعوام، ولهذا قال الله عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر ما قصه الله جل وعلا من نبائهم في يوم الفتح. ومن شدتهم شدة حالهم أي ضيق ذات يدهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيقا رفيقا بهم. لما كان ما كان يوم أحد ومات السبعون حمل الأنصار موتاهم إلى المدينة حتى يتمكن العبيد والغلمان من دفنهم، لأن القوم كانوا قد أثخنوا بالجراح لا يستطيعون مع ما هم فيه من الحزن أن يواروا موتاهم. فنادأهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشهداء يدفنون حيث يموتون، والموتى سبعون، وهذا يشق عليهم أن يحفروا قبور. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام وأذن أن يدفن الرجل والرجلان، أن يدفن الرجل والرجلين في القبر الواحد. فلما قالوا يا رسول الله من نقدم؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا. فهذا الإذن شفقة بهم، لأنه إذا قلنا إن القبر الواحد يكون فيه اثنان أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، فمعنى ذلك أنهم لا يحتاجون إلى 70 قبرا، لأنهم يومئذ لم يكن لهم خدم معهم في المعارك. فهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، وكان يواسيهم عليه الصلاة والسلام. ومن حبه لهم يوم العيد يخرج من طريق ويعود من طريق حتى تعم بركته صلى الله عليه وسلم أهل الطريقين، ولا يفخر أحد بأن رسول الله عليه السلام مر من عنده ولم يمر من عند جاره. فكان عليه السلام يؤلف بينهم، وهم رضوان الله عليهم أظهروا من المحبة والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلده التاريخ إلى يومنا هذا. وقد قيل لئن عرف التاريخ أوسا وخزرج فلله أوس قادمون وخزرج. ومع هذا فإن العاقل اللبيب يعلم أن الناس لهم شيء جبلوا عليه لا يحسن أن ينزعه منهم. تعود عائشة من فرح للأنصار فيقول صلى الله عليه وسلم هل كان معكم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. هل كان معكم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. ثم يبين لها ماذا تقول ويخبرها ببعض كلمات لو رددوها في فرحهم لكان حسنا، كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم.
فليس الإسلام أن يأتي الإنسان لطبائع الناس فينتزعها دون تهذيب، أو أن يصادم الناس في أعرافهم، أو أن يصادم الناس في أفراحهم، أو أن نجعل من الأفراح طريقا للمواعظ والبكاء والنحيب. هذا ليس من دين الله جل وعلا في شيء، لكن الدين كمل من قبل أن نأتي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وفي مدينته صلى الله عليه وسلم كان الإسلام الحق. من أراد أن يفقه عن الله كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته فلينظر حال المجتمع المدني وحال الأنصار خاصة والمهاجرين يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم رضوان الله تعالى عليهم. أولئك هم الرعيل الأمثل والجيل الأكمل، وهم الذين عنهم يؤخذ الدين كما بينا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فهؤلاء هم أهل الإسلام حقا، والحياة يومئذ هي الحياة الحقة. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى كما يزورهم في أفراحهم كان يتوخى بعض كبار السن منهم، ومن أقعده المرض على أن يأتي المسجد فيأتي فيصلي فيه. جاء إلى عتبان بن مالك وكان ثمة مجرى سيل يحول بينه وبين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه الصلاة والسلام قال: أين تريد أن أصلي لك؟ فأخبره بالموضع فصلى فيه. فأصبح عتبان أين يصلي؟ يصلي في المكان في بيته صلى عليه قبله أو فيه قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي له أم حرام بأنس رضي الله عنه وهو صغير وتقول: يا رسول الله، هذا أنس غلام صغير يخدمك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فلما جاء بعده التابعون مثل ثابت البناني رضي الله عنه وأرضاه كان إذا صافح أنسا قبل يده ويقول: إنها يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت يقبل يد أنس ويقول: إنها يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيد ابن ثابت رضي الله عنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحفظ 16 سورة من القرآن، ما زال غضا شابا صغيرا. فقدم الأنصار به إلى رسول الله وقالوا: إن زيدا فلان ثقف معلم وقد حفظ 16 سورة مما جئت به. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو عليه القرآن، فأخذ يقرأ القرآن، فعلم عليه السلام رجحة عقله وأنه أهل لأن يتعلم، يملك آلة العلم. قال له عليه الصلاة والسلام: تعلم لغة يهود فإنني لا أمن شرهم. فيقول رضي الله عنه: في شهر أو أقل أتقنت لغة يهود، فكنت أقرأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من كتب يهود. فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وأراد الصديق أن يجمع القرآن وهذا المصحف الذي بين أيدينا لم يكن مجموعا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في البيوت مصحف كامل في زمن النبوة أبدا، لم يجمع، ما جمعه مصحفا كاملا مكتوبا إلا الصديق. من اختار للمهمة؟ اختار لها زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له برجاحة العقل وشهد له بالأمانة وطلب منه أن يتعلم لغة يهود. وزيد رضي الله عنه أنصاري ممن نتحدث عنهم الآن، أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء هم الذين حملوا لنا الدين، وهم الذين حفظ الله بهم حياة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يهدونه الهدايا ويرون ما الذي يحب فيتبعونه. فلما غلب على ظنهم أنه يحب عائشة كانوا يتوخون بهداياهم اليوم الذي والليلة التي يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع عائشة، لأنهم يحبون ما يحبه أو من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أنهم لا يأتون في يوم غيره. شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلهم. تقول أم هشام رضي الله عنها: كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، أي أن بيتنا غير بعيد عنه، فمكان الذي نخبز فيه نحن ورسول الله واحد. ثم تقول: ما أخذت صورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يقرأ عليها، ما يقرأها في المنبر يوم الجمعة، أي أنه يخطب كثيرا بها صلوات الله وسلامه عليه. أين يقطنون؟ يقطنون مدينتها، كانت تسمى يثرب نسبة إلى أحد العمالقة. ف
فسميت في القرآن والسنة المدينة. قال الله جل وعلا: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. وقال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ومدينتهم. حج حجة الوداع فلم يلبث أن طاف طواف الوداع صبيحة 14، ثم قفل راجعا تشرف به المهاد والنجاد، حتى أقبل على المدينة، فلما رأى جدرانها ودورها أطلق لناقته الزمام وقال: هذه أرواح طيبة، هذه أرواح طيبة، حبا فيها. ورحم الله من قال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فدخلها صلى الله عليه وسلم وهو يقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. ثم أخبر عن مناقبها: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن على كل باب من أبواب المدينة ملكان لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. ولو سألنا أي أحد ما الفتن، تنقسم إلى قسمين: فتن دين وفتن دنيا. فأعظم فتن الدين الدجال. ما من فتنة من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال، فهو أعظم فتنة، فعصم الله المدينة منها. وفتن الدنيا المهلكات الطاعون، لأن الطاعون لا يبرأ وينتشر بين الناس انتشار النار في الحطيم. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلها أي المدينة الدجال ولا الطاعون. وقال عن أهلها: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذيب الملح في الماء. من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة. وقال: إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، ودعا الله بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. ودعا إبراهيم ودعا صلى الله عليه وسلم للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. وقال: اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم، وجعل لهم سوقا، وحدد لهم مقبرة صلوات الله وسلامه عليه، بل حدد لهم مضمارا تتسابق فيه الخيل، وجعل الخيل قسمين: خيل مضمرة وخيل غير مضمرة، وجعل لهذا ميدانا وهذا ميدانا صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله حاله صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة الأولين، مع الأنصار الذين نصروه وأيدوه وأثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه. ومع ذلك ينبغي للأمة أن تسعى أكثر في قراءة فقهية على بصيرة من الدين في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة وحياته في المدينة، لأن أن يكون هناك مجتمع قريبا من مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الأول والأمثل في أن يبدأ الإنسان بفقه الحياة في زمن النبوة. إذا قيل الصلاة جامعة هبوا إليها، وإذا كانت لهم أفراح ما كان عليه الصلاة والسلام لينغص عليهم أفراحهم، وإذا كان هناك حالة حزن شاركهم فيها. كانت امرأة أنصارية سوداء تقم المسجد، فلما ماتت سأل عنها فقالوا: كرهنا أن نوقظك، فأتى إلى قبرها فصلى عليها، قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها عليهم بصلاة عليهم، فصلى بهم. فيشارك في الحزن كما يشارك في الفرح صلوات الله وسلامه عليه. وعندما يأتي نخيل المدينة بباكورة إنتاجه بأول ثمره أدبا، يستحي أحدهم أن يطعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطعم، فيأتون بالرطب إليه وهو في مسجده، وهو عليه الصلاة والسلام أعظم أدبا منهم، يأخذ الرطب ولا يأكله، فيتفقد من في المسجد، فيأتي أصغر غلام موجود، لأن الصغير تتعلق نفسه بالشيء ولا يفقه أن يمنع نفسه، فيأتي الصغير يناديه ويعطيه تلك الرطبات فيأكلها، فيعلمهم صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل بعضهم مع بعض. هذا هو مجتمع النبوة في مدينته عليه الصلاة والسلام، مع الأنصار المباركين ومع المهاجرين أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم حقا سادة الدنيا. مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. بلغنا الله وإياكم من الهدي أكمله، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا أيها المباركون
خصصنا الأنصار بالذكر، ولعلنا إن شاء الله تعالى نخصص لقاء وحلقة خاصة عن المهاجرين، وفي مقدمتهم الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضوان الله عليهم سادة الناس في زمانهم. أقول هذا ما تيسر إراده مكررا وتهيأ إعداده، والله المستعان وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.